اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين، مشاهدي قناه صحه وجمال في مصر والوطن العربي، وحلقه جديده من برنامج دقه قلب. حابه في البدايه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ويا رب سنه 2020 تكون سنه سعيده عليكم، محققين كل اللي انتم بتتمنوه واللي ما قدرتوش تحققوه في 2019. وحلقتنا النهارده مميزه جدا لكل بنت وسيده قاعده بتتفرج علينا دلوقتي. معانا ضيفه حلقتنا النهارده مصممه الهاند ميد نور عوده. اهلا بيكي يا نور. حابين بقى النهاردة تعرفينا أحدث التصميمات في شتاء 2020. طيب، هو عموما بداية عرفينا بنفسك. أنا نور عودة، بصمم حاجات ستايلات الهاند ميد، الحاجات اللي بنرسم على الهدوم، بنعمل حاجات اللي هي ستايل التراثي الأورينتال قوي دي. بس الموضة بتاعت 2020 لو على الألوان، الالوان الالوان الموضه جدا دلوقتي هي الحاجات اللي هي النيون والفوسفوريك وكل ما هو، مش الالوان الدافيه زي كل لا لا سنه. خالص، كل ما هو نيون وفوسفوري وكل ما هو عالي قوي كده هتلاقيه هو ده الموضه قوي السنه دي. تمام، احنا حابين برضو نشوف احد تصميماتك. الموديل تمام، تتفضل معانا. دي ستايل عبايات بتبقى عليها ستايل زي برقع كده، ممكن تحطي عليها تمام، برقع ده، ممكن تحطي كلميني عليه اكتر. استوحيتيه منين؟ الحاجات اللي بالستايل دي اللي هي الحاجات اللي شوية السيناوي. تمام، السيناوي، هتلاقي البراقع دي شوية مدي على الاسكندراني، يعني هتلاقي في تجميع. الهاند ميد عموما بيديكي مساحة ان انتي تحطي قطع كتير مع بعضها، ألوان، تحطي خامات كتير غير بعض مع بعض. جميل جدا ان انتي مصممه كمان للام وبتعملي ولبنتها. او احنا عندنا بنعمل حاجات كتير بالستايل ده، بعمل حاجات للام وبنتها نفس الستايل، عايزين يغيروا الاتنين، يعني الاتنين يبقوا نفس الشكل يلعبوا فيه بعد كده نفس مصممي برضو للام وابنها برضو متاح عندك؟ ما جربناش قبل كده ان هاند ميد لولد يعني، بس واي نوت نعمل. تمام، شكرا ليكي. اوكي، اتفضلي. حابين برضو نتعرف اكتر، ورينا الجاكيت الجينز ده بصي انتي احنا رسمه. الحاجات دي بتبقى مرسوم عليها، جميل جدا، انتي دي اللي بتبقى رسمه مرسوم. بايدك. انا اللي عموما انا القطع بتاعتي كلها انا اللي بنفذها، انا اللي بصممها، وانا اللي بجيب الماتيريالز بتاعها، وانا اللي برسم، وانا اللي بعمل عليها كل حاجتها يعني. تمام، فالستايلات دي بتبقى ستايل جاكيت جينز، بيتلبس بيبقى على الظهر الرسمه بتاعته، ممكن يتحط من قدام تاتشات من الشغل اللي بيبقى على الظهر. وبالنسبة للغسيل لما لا لا بيتغسل لا، الألوان ما دي بتروحش. حاجات مصممة خصيصا، الأدوات اللي بنستخدمها مصممة لكده يعني، هي تمام، بتبقى ممكن كده. نشوف القطعة لونها أصفر. وفي كمان ممكن ان احنا بنعمل على اللي هي الحاجات زي ستايل سويت شيرت، تيشيرتات جميل جدا، ينفع هتلاقي للشتاء شتا بقى وفي والصيف. او صيف، ما هو الرسم والحاجات دي اساسي اللي بيتغير الماتيريال بتاعك بتاع القطعة نفسها. تمام، دي بتبقى حاجات لو ستايل حاجات مرسوم عليها، ده كمان القطعة دي مرسوم عليها، جميلة جدا، دي الرسمة بتاعتها. وتحسي انها نوبي اكتر. ما هي هو عموما احنا شغل الهاند ميد بتاعنا كله هتلاقي نوبي، هتلاقي سيناوي، هتلاقي حاجات اسكندراني زي ستايل البرقع اللي كان موجود دلوقتي، وفي حاجات شوية تلاقيها افريكان كده شوية في ستايلها، في طريقة الرسومات بتاعتها برضو طالعة موضة قوي حد في الهاند بيساعدك ميد. في الديزاينات، او انت بتستوحي تصميماتك من ديزاين مثلا معروف او حد ما اجنبي؟ لا كله بتفكيرك. عموما في الهاند ميد انت بتقعدي تحطي، انا عموما انا شخصيا بحط القطعه قدامي الماتيريال وتقعدي بقى تجربي كده، لا تجيبيها كده تجيبيها كده لحد ما بتظبط معاك يعني الشكل الاخير اللي انت بتحبيه بقى ليها يعني. تمام، ورينا برضه قطعة تانية. الحاجات دي كلها بقى كاجوال، بتتلبس مع جينسات، بتتلبس عادي، هي كاجوال بسيه مع جينسات مع سكيرتس، بالنسبة مع للجيبة دي سكيرتس جيب، دي موضه قوي قوي جدا، في وتنفع الشتاء. كمان سهرة. الماتيريال التول ده طالع، التول والشيفون طالع موضه في الشتاء قوي، ان انت بتلبسيه مع حاجات هي اوريدي بقى فوق شتوي يعني. الستايل ده من السكيرتس بيتلبس مع جواكت جلد، بيتلبس مع بلوفرات، بيتلبس مع الحاجات دي، طالع موضه قوي ان الماتيريالز الصيفي مع الشتوي. جميل اوكي، جدا. فده مثلا ستايل منها، و وده ستايل تاني منها. يبقى شفاف، بس ممكن لو حابه تلبس يتلبس تحتيه بطانة. ليجن بطانه تمام، وات ايفر زي ما انت بتحبي تخرجي، هتلبسي بنطلون جينز هتلبسيه وتلبسي عليه بلوفر او جاكيت جينز امور برضو يعني، اللي هو بيتلعب فيه اصلا الستايلات دي بتلعبي فيها كتير وانت بتلبسيها. معانا الموديل. اتفضلي.
البيس دي احكي لي عنها اكتر وتصميمها جه بصي، ازاي في دماغك. دي احنا انا خلطه يعني عامله دمج ما بين القماش الملس، الماتيريال الملس ده لو تفتكروه، الملس ده كان بتاع قبل كده زمان، ومع الفندي، القماش الفندي ده، القماش ده دي ده طلع موضه قوي الفندي دلوقتي، وانا دمجته مع الملس على اساس ان حاجه من قديم على حاجه من جديد، وطلع معانا الشكل ده. ده ستايل سالوبيت، بس هو ممكن يديكي شكل كانه عبايه، انا حسيت فعلا ان هو مفتوح في بس الاول، بس هو هو فعلا بس سالوبيت. هو سالوبيت. عايزه تلبسيه بالطريقه دي هتلبسيه، عايزه تخليه الاثنين في له كده كذا طريقه في اللبس، الاثنين يبقوا في رجل واحده، فيبقى ستايل بلوز من تحت. جميله جدا، هي ليها بتتلبس بكذا ستايل. تمام، حلو جدا جدا، تمام. طب معانا برضو الصور نتفرج عليها، اوكي واشرحي لنا بقى كل صورة هتبقى عبارة عن ايه. تمام. الموديل ده عبارة عن هو دريس قصير وعليه ماتيريال قطيفة، وعليه سويت شيرت برضو قطيفة تمام، زيه، ده برضو نفس الستايل بس عليه سويت شيرت تاني لون تاني. قولي لنا الماتيريال اللي انت بتستخدميها اكتر. في الشتاء ده انا استخدمت القطيفة والشموا مع التول، ده استوحيتي برضو فكرته منين؟ ده كارديجان هي المفروض انها ممكن هتلبسه دلوقتي، تمام، هيبان اكتر وهي معدية بيه. يعني ده ستايل زي دريس او عباية بدوي شوية. بدوي، وداخل فيه الماتيريال السيناوي وفيه قطيفة. ده زي التيشيرتات اللي بيبقى مرسوم عليها، احنا بنرسم عليها. ده بقى برضو جو الام وبنتها لو الاتنين حابين، او واحدة واختها اصغر منها حابين نفس الديزاين. تمام، دي وده ستايل التيشيرتات اللي مرسوم عليها برضو، بوريكي طريقة الكاجوال بتاعتها. دي شالات سيناوي بيبقى داخل فيها بدوي، تمام، دي وده ستايل تيشيرتات سويت شيرتات بتبقى طويلة، بتلبسيها بقى طويلة براحتك، تلبسيها قصيرة براحتك، داخل فيها الماتيريال الجليتر والحاجات اللي فيها بتلمع. طب نكمل برضو اوكي القطعة دي، حابة برضو ان احنا نتعرف عليها اكتر. دي ده برضو ملس، بس داخل فيه الماتيريال العربي ده اللي هو الشكل العربي ده. اوكي جميل اهو جدا، تتلبس بقى على جينز، برضو تتلبس على عادي على البنطلونات، على سكيرتس، زي ما انت حابة تلبسيها. الحاجات دي اصلا طالعة دلوقتي موضة جدا ان انت بتلبسيها بكذا طريقة، كمان الوانها مبهجة قوي، وهي موضة قوي قوي الفترة ديت، بقى لها احنا دي 3 سنة مثلا طالعة موضة قوي. والحلو فيها ان بتديكي تنوع في طريقة اللبس وفي الالوان، وانك كمان الاوبشن بتاعها انك الهاند ميد بتلاقيه دايما، هو هتلاقيه 1 بيس 2 بيس، مش هتلاقي اكتر من كده. يعني القطعة اللي انت بتبقي لابساها بيبقى خيال المصمم اللي قاعد عملها، فمش معقول نفس الحاجة هتلاقيها متكررة في كذا مكان تاني. معانا برضو صور تاني لي بقية الديزاينات اللي انتي قدمتيها. اوكي جاكيت ده الجلد جاكيت جلد على السكيرت التول اللي انا زي اللي انا كنت لسه بوريها لكم، جميل جدا، ده ده برضو برضو جاكيت جلد جلد بس 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 لون سيلفر. تاني. ده سكيرتس وعليه الجاكيت بتاعه، وده ستايل عباية داخل سيناوي مع القطيفة برضو اللي هو وعليه البدوي، الكولي البدوي. دي بدوي، تمام، دي معانا منها برضو لو ممكن نوريها للكاميرا. دي عباية قطيفة وداخل فيها البدوي، ده ستايل الملس اللي انا كنت لسه بكلمك عنه، وداخل جديد مع ومختلف ويعني العربي حاجة سبيشال. ده ملس برضو داخل معاه بدوي. حاجات البدوي دي ماتيريال قطيفة، ده فستان، ده زي بلورو كده طويل، ولون الحزام بتاعه. برضو الحاجات المشجرة والورد والحاجات دي موضة قوي في حاجات الهاند ميد، وتحسيها كده بتديكي تدي روح وحياة وألوان، تبقي داخلة كده بتديكي طلة طلة تحسي ان انت جميلة عاملة حاجة فعلا. جديدة حلوة كمان. تمام، اتفضلي برضو معانا الموديل، تتفضل احكي لنا برضو عن ماتيريال والستايل. ده كارديجان قطيفة. تمام،
هو مفتوح، بيتلبس بقى مع جينز كده، بيتلبس مع جميل توبس جدا، تحتي بالطريقة دي. عايزة ممكن يتلبس مع سكيرتس وينفع برضو. محجبات وغير محجبات، اه اهم حاجة. عايزة اقول لك كل اللبس ده ينفع كده وينفع كده. تمام، ممكن انت لي برضو بعد ما تخلصي تلفي تورينا الظهر. اه الظهر بتاعه جميل عليه نفس جدا، الشغل بتاع الصدر. تصميماتك مختلفة بجد، ميرسي جميل جدا ما شاء الله، شكرا ليكي. تمام، حابة تقولي لنا ايه تاني، تورينا ايه قطعة مختلفة ليكي؟ في معانا مش كل الحاجات برضو حطيناها، الاسود ده ده تقريبا اللي ما هو البدوي اللي كانت الصورة بتاعته حابة باينة. برضو الجمهور يتفرج عليه اكتر. اوكي ده اهو، ده بيبقى ستايل زي عباية او تمام، ممكن تسميه دريس بقى على حسب انتي. ده ممكن يتلبس كاجوال قوي مع كوتشي مع حاجة بالستايل ده مع جينز، وممكن تلاقيها ملبوسة مثلا انتي رايحة اوبننج ايفنت، رايحة اي مكان بالليل سهرة او حاجة، بتتلبس الحاجات دي. ولو محجبة بتتلبس بطريقة كمان أحلى مع الاسكارفات بطريقة جديدة الجو ده، وليها برضو بيبقى الشنط بتاعتها والحاجات دي، والنسبة للظهر، ظهر الظهر بتاعه السادة. اه سادة، جميل، وهو الحزام علشان تتحكمي انتي في السايز بتاعك في جميل جدا. وبعدين احنا القطع بتاعت الحاجات دي بنعملها، هي القطعة هي وان بيس، ما انا ما بشتغل يعني ما بعملهاش. ده انا كنت هسألك الموضوع ده، في اه ناس كتير بتحب سبيشال اوردر ليها ما هي بس. اه انا ما بكررش القطعه بتاعتي، هي القطعه هي قطعه واحده اللي اتعملت يعني ممكن الرسم اه يبقى عندنا عدد مرسوم، بس هو في الاخر كل واحد له رسمه معينه مرسومه له بطريقه معينه، محطوط عليها الاكسسوارز معين للرسمه نفسها، مش ما عنديش ما بعملش الاثنين نفس الستايل ولا نفس الشكل ابدا. انت قلتي لي كمان ان انت بتجددي الجاكيت او تغيري من بالظبط، ملامح، انا احكي لنا عن الموضوع ده بدل ما نرمي القطعه، ان انت فعلا بتجدديها. يعني ساعات بتبقى عندك القطعة في الدولاب بتاعك لبستيها مرة اتنين، لبستيها السيزون عموما خلاص زهقتي منها، ألوانها خلاص بالنسبة لك خلاص ما بقاش فيه جديد. بالنسبة لي أنا بتفق، ده بعرفهم إن عندكم الأوبشن بتاع إن أنتوا تجيبوا لي نفس القطعة تاني وهنغير في الألوان، هنغير في الرسمة. الرسومات بتاعتي عموما بيبقى عليها أكسسوار إن أنتي بتبقي ملبسة الرسمة نفسها زي دريس، زي عليها حلق، عليها حاجة، الحاجات دي ممكن تتغير، اللون نفسه يتغير، يعني انت الرسمة مثلا يدخل فيها. الرسمه لو انت رسمتيها وممكن تقدري تمسحيها وترسمي رسمه ما تانية. بتتمسحش كومبليتلي بس بنلعب فيها، بنغير الوان، بنغير الاكسسوار اللي عليها، شعرها قصير انا ممكن اكمل ان الشعر يبقى طويل، العكس ممكن البس حجاب للرسمه اعملها زي ستايل سكارف. ليها ستايلات يعني، ممكن لو ستايل شعر هيتلعب فيه، لو اكسسوار عليها هيتغير، لو الوان هتتغير، فممكن تتغير اه الرسمه كامله. تمام، طب لو في صور تانية بعد اذنكم ممكن تعرضوها. انا حابه برضو اتكلم على الجيلي جينز ده، عجبني جدا، الجينز وحابه ان انت يعني هو ترند وبنات كتيره بتقعد تلبسه وتغير فيه، وعلى طول يعني صيف شتاء هو بيتلبس كمان بأشكال كتير الرسمه. يعني، يعني هو انت ممكن مثلا لو واحده لسه تحب انها ترسمي رسمتها على الجيلي. وساعات كتير بيبقوا اصحاب مع بعض وكلهم حابين نفس الستايل، نفس الرسمه بتاعت التيشيرتس بتاعتهم، نفس الجاكيت يتلبس، ان هم كلهم لابسين حاجه زي شكل بعض معين هم او حرف معين، هم بالنسبه لهم هم حاجه، هم فاهمين بقى، هم مرتبطين ببعض بيه، فبتلاقينا بنلعب الحاجات دي، الرسم بتلعبي بيه كتير غير كمان البدوي والسنين. والالوان بتبقى الوان مش اي الوان، الوان لا الوان مخصصه مخصصه للقماش. للقماش علشان خلاص بقى انت بتغسليها وتتعاملي معاها لا هو فعلا جميل، والقطعه اللي عليه كمان، يعني انت بتجيبي حاجتك منين القطعه اللي انت حطاها ده؟ دي بصي ساعات يعني انا ساعات بجيب اكسسوارز واقعد افك انا الحاجات من بعضها واروح مطلعه منه القطعه دي مثلا، وساعات انا بجمعها، انا اللي بجمعها مع بعضها يعني، بلاقي مثلا الاشكال دي لوحدها في مكان محل اكسسوار او حاجه وانا اللي بجمع له الحاجات دي. وانتي كمان بتصممي لو مثلا القطعة مميزة وعليها كوليه، انتي ممكن تقدري تعملي الكوليه بتاعها؟ بنصمم بنصمم الاكسسوارز بتاعها، الشنطه بتاعتها لو حد حابب القطعه بتاعته بالشنطه بنفس، يعني انت ممكن تقولي لي انا عايزه من الجينز ده من الجاكيت ده شنطه جينز معاها عليها نفس الرسمه بس بشكل اصغر، ممكن نرسم دلوقتي. احنا مش بس بنرسم على القطعه الاساسيه بتاعتنا يعني، القطعه دي بتبقى اوكي مرسوم عليها، ممكن ارسم لك نفس الرسمه دي اللي على سكارف، على نهايه سكارف نفس الرسمه بس بتبقى على اصغر شويه. وبتبقى نازله مثلا، اه تبقى زي جميله انتي جدا. مثلا لابسه تي شيرت اللي هو اللي بيبقى مرسوم عليه،
من قدام، وهو واخد رسمه شكل رسمه معينه. ممكن السكارف فيه طرفه نروح راسمين عليه نفس الرسمه، على الشوزات بنرسم على الشوزات والله نفس جميل جدا. الرسمه، على الشنطه. فهي ممكن تجمعي قطعتين ثلاثه من الستايل بتاعك وترسم عليه نفس الرسمه بمقاسات مختلفه وتخرجي بيها. حابه برضو ان انا اقول لكم لو حابين تتواصلوا مع نور عوده عبر الارقام اللي موجوده قدامكم على الشاشه، وكمان عبر صفحتها على الفيسبوك نور عوده بدويه، وصفحتها على انستجرام باي نور عوده. نكمل برضو ويحكي لنا اكتر على الجليه اللي هو البني. انا البني حابه اعرف انت برضو استخدمتي الماتيريال ايه، بالنسبه للالوان الديزاين جالك ازاي؟ ده هو من قدام، هو مفتوح، هو اوبن من قدام، هو ده شكله بيبقى من قدام، مفهوش بس هي الحركة بتاعته كلها في الظهر بتاعه. الالوان استوحيتي الرسمه. هو انا بحب عموما، انا بحب الرسومات اللي هي الشكل اللي هو مدي شويه على، تحسيها افريكان شويه بالاكسسوار حتى بتاعتها اللي معموله في الرقبه، انت بحب خريجه الملامح فنون جميله، لا انا خدمه اجتماعيه جميل جدا. طيب انت خدتي كورسات في عشان خاطر ان انت تجودي من في مهارتك؟ الرسم اخدت، في الرسم اخدت كورسات، بس في ان انا اعمل ديزاين او ان انا اقعد اصممه نفسي كومبليتلي كامل، لا انا دي بدات فيها في ان انا كنت بقعد اعمل حاجات انا لنفسي، بعمل لاصحابنا، بقعد العب في حاجات بس في البسيط كده. فلما بدات اعملها مره اتنين لا عجبانه، لا حلوه، انا نفسي عجبتني الحاجات اللي انا كنت بعملها فكنت بخرج بيها، بدا اصحابي يطلبوا مني طب اعمل لنا بتاع، بدات اعمل لهم، فخلاص بقى بدات دخلتي اتعين. خلاص بقى دخلت الكارير. حبيت انا حابه الموضوع ده اصلا، انا بحب اللبس وبحب ان انا اقعد اشوف الحاجات الجديده ايه طب بتختاري رأي حد مثلا بعد ما بتخلصي الديزاين؟ ممكن يعني ممكن تلاقيني في الاخر اللي هو طب ايه رايكم يا جماعه، عندي بقى في البيت جبالهم هوس، انا اخواتي مامتي ايه رايكم، طب كنت اعمل كده، طب كده صح، طب ايه الدنيا. بس انتي ألوانك متناسقة وجميلة جدا وتحسي انها طبيعية، عشان كده بقولك انتي ذوقك فعلا حلو. ميرسي كده. هي دي بتتلبس برضو بكذا طريقه، يعني دي ممكن تتلبس على دريس هو مفتوح، ممكن يتلبس على دريس، ممكن يتلبس على بادي بنطلون، اسود على مثلا وبادي ممكن يتلبس وبنطلون. على سكيرت زي سكيرت تول دي وتحتيه كول اسود مثلا لو هو كده. وفي ساعات بتتلبس الحاجات دي، يعني هو المفروض يتلبس كده اوكي بالصح بتاعه انه يكون كده، في ساعات بيروحوا بيتلبس كده يبقى ده اللي قدام والله ازاي. والظهر اهو اوكي، والظهر بيطلبوا مني ان انا اقفل لها تقفليه. الظهر دي بتبقى كده ودي تساب مثلا الستايل ده من تحت من هنا. مختلفة برضو، محدش فما انا عملها بقول لك قبل ان هي كده. نفس القطعه ممكن تتلبس بكذا طريقه وتتغير بعد كده تبقى قطعه تانية اصلا، والرسم اللي عليها والشغل اللي عليها يتغير. لا جميل جدا. حابة برضو تشرحي برضو اليلو دي جميلة جدا. دي ستايل تيشرتات اهو، ده برضو ستايل تيشرت مرسوم عليه اللي كنت بكلمك بقى عليه، ان الرسمه ساعات بتبقى هي اوريدي لابسه حاجه قطعه او حاجه، فالحاجات دي بتتغير لما نحب نغيرها لو في يعني انت حاله. حطيتيها اضافة عليها، زودتي قطعة عليها. هي مثلا هي كأن البنوتة دي هي لابسة مثلا التيشيرت ده اوكي، فممكن ده تبقي انت لابساها القطعة دي موجود منها في البنطلون بتاعك او في شنطتك اصلا، وبعد كده لو انت مش حابة خلاص تستخدمي التيشيرت بنفس الشغل اللي عليه بيتغير الشغل دوت، بيتركب حاجات تانية. قولي لي بقى الالوان واسرحي يعني عيشي حياتك معايا، قولي لي انت نفسك في ايه وتتجمع كلها وتتحط لك، يعني تتغير الحركه ديت في له اشكال كتير، يتلبس مع الجينز، ممكن وليها يتلبس الوان، مع انت عامله كولون كذا لوحده. بيس منها في منها الوان عرضها عندك على الصفحه. موجوده عندي. تمام. طيب برضو حابين ده نتكلمي عليه اكتر، لانه برضو انا شايفاه مميز جدا ومختلف، وما فيش تقريبا ديزاينر عامله قبل كده على مهلك. دي القطعة ديت، ده الملس اللي احنا كنا بنتكلم عليه، ده الكم بتاعه بيتلبس مع جينز او برضو مع السكيرتس زي اللي انا وريتها لكم دلوقتي او مع طب حاجات. انتي ازاي وفقتي بين الماتيريال دي والماتيريال دي؟ يعني جاتلك ما ازاي؟ هو بصي، هو الهاند ميد حلاوته في ان هو بيديكي مساحه ان انت تحطي تضيفي خامات كتير غير بعضها مع بعض، وهو بيحب الالوان فهتلاقي ان انت بتستخدمي الوان كتير، انت غصب عنك حاجات الهاند ميد يعني هتلاقي الحاجات البدوي الخيوط بتاعتهم كلها الوان، مش هتلاقي قطعه كلها واخده لون واحد، قليل قوي انك تلاقي حاجه زي كده، وممكن تكون حاجه ما اتطلبت بس وقتها. انما الهاند ميد عموما
الوانه كتير وينفع تستخدمي فيه ماتيريال كتير مع بعضه، وينفع مع ان في العادي في اللبس مش هتلاقي نفسك بتلبسي الكارو مع مشجر مع اوكي. الهاند ميد بيديكي المساحه دي. يعني كان في دريس احنا عرضناه كان هتلاقي السيناوي اللي هي الكارو السيناوي ده موجود في اللي هو زي بتاع الشالات السيناوي، وهتلاقي داخل فيه بعد كده بدوي، وهتلاقي فيه ماتيريال ساده، وبعدين هتلاقي فيه مشجر مربعات مشجره، وفي الاخر الستايل على بعضه شكله امور وحلو وجديد. وهي فعلا القطعه حلاوتها هي بتبقى قطعه واحده. ممكن تغيري مثلا المشجر ده بألوان تانية برضو نفس ممكن اللون مشجر. ممكن بعد كده نعمل يعني انت لبستيه بالطريقه ديت حابه بعد كده عاجبك نفس الديزاين ممكن اللي في النص ده يتغير، ممكن يتضاف عليه شغل، ممكن يتضاف عليه من الملز دوت من النص، ممكن تحطي مثلا عليه اكسسوارز مثلا ممكن لو يتحط حد اكسسوارز، حابب. وممكن يتحط ماتيريال تاني في النص عليه هو ساده، وممكن يتحط زي جيب من هنا ساده. اوكي. ممكن يتعمل له كولاي من نفس الماتيريال الملس، يبقى اسود كبير لو انت رايحه ايفنت او رايحه حاجه وعايزه حاجه شويه ليها طله اكتر، ويتعمل تبقى الكولاي بتاعه هو الاسود من نفس الماتيريال ده. اوكي. جميل جدا بصراحة، تصميماتك أكثر من رائعة، وأنا مبسوطة إن أنتي كنتي معانا النهاردة، وأكيد السادة المشاهدين استفادوا بالتصميمات الجميلة جدا. شكرا ليكي يا نور، كانت معانا يا نور عودة مصممة الهاند ميد، ونشكرك على الأزياء الجميلة اللي أنتي اديتها لنا النهاردة وأحدث تصميمات شتاء 2020. شكرا ليكم، واستنونا بعد الفاصل وفقرة جديدة.